سوق المواشي في مدينة روسو أو مربط المدينة كما هو متداول محليا لا يشكو أزمة تأمين هذه الأيام، بل يفوق المعروض من شتى أصناف الكباش حاجة المتسوقين. هنا في هذه السوق لن يخطئ المتسوق ضالته وفق قدرته الشرائية لتنوع مستويات العرض، لكن الطموح غير المؤسس على إمكانيات مادية قد يصدم البعض. الناس تبغي تشتري غير هذا واعر تقطع حدوده والله اللي تبغي تشتري، وانه هون بعد نباع هون ب70 ونباع ب80 ولا مازال هون بعد الروغ، لا كيف انه هو حاصل نفس الست هون تيا الاقلام لاحق اللي قلت الحق تاع لي يا راني شريته ثلاث كباش 180 الف مع التكاليف، وبعد اني ما حصلت عليهم. على كل حال الحمد لله مع الاسعار متاقله، اسعار للعام اسعار عام الاول بعدينات وشي لها متداقله، والحمد لله بعد نقول عنه من يامس والله نامس الحمد لله في خارجه في حركه شوي. كبش العيد او شات العيد حسب البعض ليست بكل ما يشاع عنها من غلاء، وذلك لتعدد الخيارات. من الكباش الدواره حتى غراميه و 110 وهم اللي ويانا اللي ما هم واعرين 40 50 انا بعد ما عند اسعار الداد قلت مناسبة. هاي كيف هذه الرسوم؟ هو انا نقول انا 55. ونحن الان مودي واسعنا ما انا باخذ يشير اخوتنا. فرصة وجيزة ومحدودة بالزمان لاقتناء كبش العيد في هامش زمني محدود هو الاخر. هنا تلعب المناورة والذكاء ادوارا حاسمة لدى طرفي المعادلة البائع والمشتري، حيث يوظف كل منهما نقاط ضعف الآخر في هذا السجال التجاري القوي المربوط على عقارب الوقت والخوف من إضاعة الفرصة.